أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق؟ مشعر الحجر مشعر من المشاعر التي يعبد الله عندها، كما أن الكعبة مشعر. الكعبة ما تعبد ولا تنفع ولا تضر، لكنها موطن للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى. الحجر كذلك مشعر من مشاعر الله، الصفا والمروة من مشاعر الله، والمشاعر معناها أعلام العبادة، هذه معالم للعبادة وأمكنة للعبادة، وإلا هي ما تنفع ولا تضر، الله هو الضار النافع. لكننا نعبد الله عند هذه الأماكن التي شرع لنا عبادته عندها، وهي تشهد، البقاع تشهد يوم القيامة، غير الحجر، إلا البقاع تشهد يوم القيامة على ما عمل عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. تشهد البقاع والأحجار والأشجار والجبال، تشهد على الناس يوم القيامة بأعمالهم. نعم.